السلام عليكم ورحمة الله. عمي مختار، السيارة هذه يعني كيا سورينتو 2007، موتور تاعها ماشية 257 ألف، ماشية يعني هذا المشية، ولكن الموتور مبدل بلوك يعني تاع لاكاس، ما نعرف يعني شحال مشى الموتور الاخر، ولكن مين تعود سخونة بزاف، صعيب باش تشعل، صعيب يعني ما لازمش نديباسي 10 ثواني ولا، ولكن ليزانجيكتور بدلت ليزانجيكتور، يعني كان فيه مشكل تاع الروتور في زوج فيهم، ولكن بدلتهم. اي لازم طومباري احيانا، ولا غير تشعل هكذا نومباري، نحي رجلي ندير وتشعل نفريني، ما تفهم والو. لكن صباح ثاني كاين مشكل، بصح لي بوجي دو بيريشوفاج تنحرق لي الرولي، اسمو الفيزيبل الصغير مش الرولي الكبير، ولكن كاين توجور مشكل في الديماراج، يعني ملي بدلت لي زانجيكتور كامل عندهم نفس الروتور ومليح، يعني كامل كيف بقى درك ما باش اذا نعاود ندير التست تاع لي زانجيكتور مو يبانو ملح كامل، ولا نشوف كشمانو ولا لا بومب اش بي ولا اسمو ريغولاتور اش بي ولا اسمو الكابتور تاع لا رومب ولا فيدنا. عمي مختار وبارك الله فيك، هذه قلت لك سياره سورينتو 2007، الموتور تاعها بلوك، هنا راهي ماشيه 257 ألف. فوالا نظن اني فصلت وبارك الله فيك، دوك نحاول نشعلها مره اخرى، ان شاء الله تشعل. وعليكم.